اذهب وأطلق رصاصة ثم عد إلي. هكذا رد هوارب مدين على ياسر عرفات الذي كان في ذلك الوقت شاباً مؤججاً بعواطف الحماس لتفجير ثورة مسلحة بغية تحرير فلسطين. فذهب لبومدين يريد أن يشد أزره بالسلاح والمال لكسر شوكة المحتل الصهيوني، لكن بومدين فاجأه برد صادم إذ وعده بتقديم الدعم شريطة أن يثبت له قدرته على تحمل أعبائه. ولم تكن تلك مماطلة من بومدين الذي كان معروفاً عنه مساندته للقضايا العربية، بل لجص نبض عرفات ورفاقه ليتأكد أنهم ليسوا محض شباب مغمورين، وما إذا كانوا مستعدين لإطلاق الكفاح المسلح. كما أن ياسر عرفات لم يكن معروفاً لدى القادة الجزائريين الذين لم يمضي على انعتاق بلدهم من الاستثمار الفرنسي سوى عامين فقط. ولكسب ثقة بومدين ودعمه، قام عرفات باقتراح القيام بعملية عسكرية للمجلس العسكري يبرهن بها لبومدين مدى جاهزيته لركب الثورة التي تعثر قيامها بسبب عائق نقص الذخيرة والأموال. تمثلت العملية المسلحة تلك ضد مشروع إسرائيلي لتحويل نهر الأردن قام بها عرفات ورفاقه في حركة فتح، عملية عسكرية شكلت إطلاق الرصاصة الأولى. وبعد 3 أشهر من موافقة بومدين على طلب عرفات ووفاء بوعده، قام بومدين بتسليم مخازن الأسلحة الجزائرية في ليبيا وتونس ومصر وسوريا والأردن، والتي تعود لسنوات الثورة التحريرية للقادة الفلسطينيين الجدد. وكان ذلك أول دفعة عتاد عسكري بوزن 12 طناً تصل للثورة الفلسطينية من خارج سوريا. أرسلتها الحكومة الجزائرية باسم الحرس القومي في سوريا لتسليمها لحركة فتح في مارس عام 1965. كما فتحت الجزائر لمناضلي الحركة باب التدريب العسكري في الأكاديمية العسكرية بمدينة شرشال، وإن بعض هؤلاء الشباب الذين تلقوا تدريباً عسكرياً بالجزائر كانوا من بين الذين فجروا الكفاح الفلسطيني المسلح في الأول من جانفي عام 65. دعم بومدين لثوار فلسطين لم يقف عند ذاك، فكان قادة الثورة الجزائرية يرددون دائماً عقب انتصارهم على الاحتلال الفرنسي: استقلال الجزائر لن يكتمل إلا بتحرير فلسطين. لذلك لم يكتفي قادة الجزائر بدعم حركة فتح بالسلاح والتدريب والأموال فقط، بل عملوا على دعمها دبلوماسياً وربطها بشبكة حركات التحرر في العالم لتقوى أكثر في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. فالدعم الجزائري الكبير ساهم في تمكن حركة فتح من بناء نواة لجيش صغير خلال سنوات قليلة، تجلى ذلك في انتصارها رفقة الجيش الأردني على الجيش الإسرائيلي بمعركة الكرامة في 21 مارس 1980. وتواصل هذا الدعم إلى أن تم الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية في 15 نوفمبر 1988 بالجزائر، كما اعترفت 137 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين. دعم بومدين لعرفات ينم عن حجم الأهمية التي توليها الجزائر لقضية الأقصى، ففلسطين في القلب ظالمة كانت أم مظلومة.